يعني انا عاوز اقول لحضرتك حاجه يا ابونا، وعاوز اقول للمشاهدين حاجه، انه الخمر بتسمى ام الكبائر. اي ليه ام الكبائر؟ لان ممكن عن طريق الخمر ترتكب كبيره اخرى زي القتل مثلا او زي الزنا. عندما يغيب العقل الخمر بتغيب العقل، وعندما يغيب العقل وارد ان الانسان المغيب عقله يرتكب اكتر من كبيره وهو لا يشعر، يقتل نفسا بغير حق، يزني وهو لا يدري، يسرق وهو لا يدري، يفعل أي كبيرة أخرى. فبالتالي سميت أم الكبائر لأنها بتغيب العقل ويترتب على ذلك كبائر أخرى. الخمر في الإسلام اتحرمت على 3 مراحل. المرحلة الأولى جاءت في قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بدأ القرآن يلفت نظر الناس إلى إن الخمر اللي بتشربوها دي فيها مشاكل، فيها أضرار كبيرة جدا. المرحلة الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بدأ التحريم الجزئي إنه يحرم عليهم إتيان الصلاة وهم في حالة سكر. ثم جاءت المرحلة النهائية والأخيرة في الآية رقم 90 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. البعض بيقول هنا الأمر بالاجتناب لا يدل على التحريم. الحقيقة هو مش فاهم معنى اللغة العربية، أو مش فاهم مدلول هذا المصطلح. الاجتناب هو المبالغة في الترك، يعني أنا مش بس أسيبها، ده أنا أسيبها وأجعل بيني وبينها مسافة كبيرة جدا. وعاوز تعرف معنى الاجتناب هتلاقيه في آية أخرى في القرآن الكريم: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اللي عاوز يقول بقى إن الاجتناب هنا ليس معناه الترك في الخمرة، طب هيقول إيه في هذه الآية في قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور؟ هل الاجتناب هنا معناه الترك ولا معناه التخيير كما يظن البعض؟ طبعا الاجتناب معناه الترك، وبالتالي أمر القرآن الكريم المسلمين بأن يتركوا الخمر كلية. ثم جاءت الأحاديث الشريفة التي تبين وتفسر وتوضح ما جاء في القرآن الكريم. فهتلاقي مثلا في صحيح الإمام البخاري في الحديث رقم 2295 قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. وكأن الإيمان بيزول، بيترك صاحبه حين يشرب الخمر. ده في صحيح البخاري في الحديث رقم 2295 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في سنن أبو داود، في سنن أبي داود في الحديث رقم 3189، وده الحديث ده ورد عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. النبي بيلعن أو بيقول إن ربنا عز وجل بيلعن الخمر، ويلعن إيه كمان؟ يلعن شاربها اللي بيشرب، وساقيها اللي بيناوله أو بيصنع له الخمر علشان يديها له. يعني لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وحاملها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. والمحمولة إليه، ربنا بيلعن كل دول لأنهم كلهم ساعدوا في غياب أو في تغييب عقل امرئ مسلم. والعقل مناط التكليف. الإنسان إذا فقد العقل لا يميز بين الضار والنافع، ولا بين الصلاة واللعب، ولا بين الصيام واللهو. وبالتالي غياب العقل دي جريمة. ممكن الإنسان يرتكب حين يغيب عقله يرتكب جرائم كثيرة جدا وهو لا يشعر. فحفاظا على أرواح الناس وعلى أعراض الناس وعلى أموال الناس، حرم الله الخمر التي تذهب العقل، فيعتدي الإنسان حين يذهب عقله
على أعراض الناس أو أموال الناس أو على أرواح الناس بغير حق. والإسلام يبنى على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبالتالي باختصار، الخمر حرام، وكل من يشترك فيها سواء بالبيع أو الشراء أو حرام، وأيضا هي كبيرة من الكبائر، بل هي أم الكبائر، يلعن صاحبها، يلعن صاحبها في الدنيا ويلعن أيضا في الآخرة. حتى إن في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه أن الله عز وجل لا يقبل صلاة من يشرب الخمر 40 يوما، ربنا لا يتقبل منه صلاة 40 يوم لأنه يشرب الخمر. وهذا الحديث في سنن الإمام النسائي رضي الله عن الجميع إن شاء الله.